قبل ما نشوف مجموعة من اللقطات التانية تعالوا نشوف بقى الذين يتحدثون بلسان الإخوان حتى وإن ادعوا أنهم ليسوا من الإخوان. يعني الدكتور سيف عبد الفتاح الذي كان مستشارا للدكتور محمد مرسي واستقال بعد أحداث مذبحة الاتحادية الشهيرة، أنه قال أنه لا يمكن أن تسيل هذه الدماء، وطالب حتى مع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وهو مستشاره الخاص بأنه يعني لابد من محاكمة المسؤولين عن ذلك من مكتب الإرشاد ومن الإخوان. تخيلوا طالع امبارح يقول إنه اللي بترتكب هذه المذبحة هي السلطة في مصر، وإنه أصله عمرو أديب قال من يومين ثلاثة إنه انتظروا انفجارا يعني. طب كلنا رئيس الحكومة نفسه قال معايا في حوار إنه قبل الاستفتاء الجماعة اللي بتلجأ لهذا الإرهاب طبيعي هتزود معدل العمليات الإرهابية وقوتها حتى تخيف الناس، عشان تخوف الناس من نزول الاستفتاء. فلما يبقى فيه تحليل يتعلق بذلك، مش معناه بقى أن الناس عندها معلومات وهي التي قامت بالتفجير. يعني الإخوان بيقتلوا القتيل ويمشوا في جنازته ثم يدعون أنهم الضحايا، مجموعة من القتلة والسفاحين اللي هيقتل هيكذب. دكتور سيف عبد الفتاح اعتقد انه افضل من يكون مستشارا لمحمد مرسي، بالفعل بهذا الكلام اللي هنسمعه كان محمد مرسي محقا في اختياره مستشارا له. دكتور سيف، حضرتك اشرت في البدايه لانك يعني حين تتحدث عن هذا المشهد وهذا الانفجار لا يمكن ان تغفل ان لهذا الحدث مقدمات. السفاره الامريكيه حذرت رعاياها من التواجد في مصر في هذا التوقيت، وهناك أنباء كانت بتتداول بالأمس، يعني صحيح لم يتم التأكد منها بشكل كامل، تفجير بعض المساجد أو وجود قنابل في بعض المساجد. وعمرو أديب، عمرو أديب تحدث من أول امبارح عن انفجار كبير، وهناك أيضا لواء شرطة تحدث إن الجماعة ستقوم أو إن هناك تعديات ستحدث في عيد الميلاد وسيحدث تفجير يعني لبعض الكنائس. يعني هذا كله يتعلق بالصناعة. أنا فاكر مسلسل الحرائق الذي تم إبان المجلس العسكري الماضي، كان في مسلسل حرائق كده تم وراء بعضه من بطل سرقة البنوك والكلام ده، كل ده بيبقى أمر لا يمكن إطلاقا لما يحدث بهذا الشكل المنتظم والممنهج. أنا ما أقدرش أقول إلا إنه في يد أعلى ومنظمة تقوم بهذا العمل. طيب يا فندم، يعني ولا بأس أن يكون بعض هذه الهيئات التي في الصورة وموجودة من أجهزة الدولة تقوم بمثل هذه الأعمال. كل هذه الأمور يمكن أن يتصور البعض أنه إحداث سلسلة من مثل هذه الأعمال العنيفة فضلا عن الفوضى، ده يصور له أن يستخدم العنف بشكل أشد. ما حدش بعد كده يقول أنه في مواجهة أي احتجاجات قادمة بالنسبة لهذا الأمر، ولكن هو يعرف أن هذا الأمر لم يعد ينطغي على الناس. الأمر للأسف الشديد أن أصحاب المصنعة الحقيقيون هم هؤلاء الذين يقومون بهذا الانقلاب، وهذا الانقلاب وفشلهم الذريع في احتواء الموقف واحتواء الاحتجاجات هو ما يؤكد أنهم الآن يريدون أن يلفتوا النظر بأعمال خطيرة. هذه الأعمال ستأتي على المجتمع بالوبال وعلى الوطن بالسوء.
يعني تخيلوا هم بيتكلموا عن الدولة العميقة في الحديث عن انه الدولة العميقة هي التي اطاحت بمحمد مرسي، وهم عملوا دولة عبيطة. يعني بالكلام اللي احنا بنسمعه ده مش الدولة العميقة بقى، ده انتوا حولتوا مصر لدولة عبيطة، ده انتوا يعني فعلا كان لابد ان يعين الدكتور سيف عبد الفتاح مستشارا للدولة العبيطة في عهد محمد مرسي. لما نسمع هذا الكلام انه يبقى عمرو اديب هو اللي فجر، هو اللي قام بالتفجير، يعني لما السياسيين والمحللين والمثقفين والاعلاميين يحذرون من انه من الطبيعي الاخوان الذين يمارسون كل هذا الارهاب بعد فض الاعتصامين المسلحين في رابعه والنهضه، طبيعي لما هيبقى في استفتاء سيكون المسمار الاخير في نعم